السلام عليكم، معاكم شيف احمد عيد، وان شاء الله دي الحلقه الاولى من سلسله الصوصات والدريسنج. هنتكلم فيها عن الكاتشب وازاي نعمله في البيت. الكاتشب في الاساس وصفه ماليزيه عملها مسلمي الماليزيا، وبعدين اتنقلت لانجلترا ومنها الى امريكا. نبدا مع بعض ونشوف المكونات. عندي 3 كيلو عصير طماطم زي ما حضراتكم شايفين، عندي خل، نشا، سكر، ميه، فلفل اسود، ملح، ثوم بودره، وبصل بودرة، وبابريكا. نشوف مع بعض الطريقة. بحط حل على النار وبعدين بضيف عليها عصير الطماطم اللي انا صفيته من البذر والقشر، واسيبه يغلي على النار عالية لمدة ربع ساعة. بعد كده ببدأ ان انا هدي النار شوية وببدأ اضيف المكونات اللي معايا. بضيف الملح حوالي 6 معالق صغيرة، يعني الكيلو بياخد معلقتين. بعد كده ببدأ ان انا اضيف الخل، كوباية ونص للتلاتة كيلو، يعني برضو الكيلو بياخد نص كوباية. وبعدين معلقة كبيرة بصل بودر، ومعلقة كبيرة توم بودر، وبعدين بضيف معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بابريكا. بقلب المكونات دي كلها مع بعض. وفي ناس بتستخدم الصلصة البوريه، بس انا ما بفضلهاش، ما استخدمتهاش، وبستخدم اللون اللي هو بيتباع عند العطار، لان الطماطم ما كانتش حمراء وممكن نستغنى عنه لو حبينا. انا ضفت منه رشة بسيطة بس عشان اظبط اللون بتاع الكاتشب وما يطلعش فاتح. بعد كده بهدي النار للوسط وبتابع التقليب، وببدأ ان انا احط مادة الربط اللي هي النشا مع المية، كوباية مية عليها كوباية الا ربع نشا، وبقلبهم مع بعض. وببدأ ان انا اضيفهم بالتدريج شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزه، اللي هو القوام اللي حضراتكم شايفينه دوت. كده خلاص انا خلصت الكاتشب، ده القوام اللي انا عايز اوصله. نقدر نعمله اتقل من كده، ونعمل حسابنا انه وهو سخن لما يبرد هيتقل اكتر. ببدأ ان انا اصفي الكاتشب علشان الشوائب اللي مكان التوابل اللي ما فكتش معايا اثناء التقليب تطلع معايا في المصفى، ويبقى الكاتشب صافي بدون اي رواسب زي اللي حضراتكم شايفينها على المعلقة كده. الكاتشب في ناس بتضيف ليه قرنفل، وفي ناس بتضيف ليه قرفة، وفي ناس بتضيف الخضار فريش، يعني بدل البصل البودر والثوم البودر بيبقوا فريش، لكن انا عملته بالطريقة اللي تناسب ذوقي في الاكل. وبكده يكون الفيديو خلص. شكرا لمتابعتكم، كان معكم الشيف احمد عيد، وتقدروا تتابعوا شغلي والوصفات السابقة على الجروب الخاص بيا. سلام عليكم.